أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقات لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: هل يجب تقليد أو اتباع أحد المذاهب الفكرية مثل فكر المعتزلة أو الصوفية أو السلفية إلى غيرها من مدارس؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين. وبعد، في إجابتنا على سؤال معاليك حول هل يجب تقليد أحد المذاهب الفكرية في فهم الدين، نقول وبالله التوفيق ليس هذا واجبا ولا شرطا أن أقلد أحد المذاهب الفكرية وأن أتبع آراءها في مسائل العقيدة، فليس هناك نص في القرآن أو السنة يلزم المسلم بذلك. والأصل عندنا ثلاثة أمور: أولا، أن يؤمن المسلم إيمانا جازما بأركان الإسلام الخمسة: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن يؤمن بأركان الإسلام الستة، أعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. ثالثا، ألا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، فلا يشترط في صحة عقيدتي أن أكون أشعريا أو ماتريديا أو غيرها من هذه المسميات، فالعقيدة أبسط من ذلك، وأرى أن آراء هذه المدارس الكلامية محلها المنتديات العلمية في الجامعات التي تعقد المحاضرات والندوات العلمية والمجالس الثقافية. ولأننا إذا اشترطنا أن يكون المسلم مقلدا في معتقده لأحد هذه المدارس، فإن إيمان ما يزيد على 90% من الناس غير صحيح، لأنهم لا معرفة لهم بهذه المدارس الفكرية ولا بآرائها. ولأن الإنسان العامي غير المتخصص لو تتبع مسائل العقيدة قد يشطح عقله ويضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في حديثه الصحيح عندما قال: لا أسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولون خلق الله كل شيء فمن خلق الله. وعلماء الإسلام في قضية التقليد ينقسمون إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول يقولون: يجب على كل مسلم عالما أو غير عالم أن يطلب الدليل من القرآن والسنة في كل ما يعتقد، وهذا مذهب أرى أن فيه تشددا وغلظة، لأن أغلب الناس عامي في هذه المسائل ولا قدرة له على تتبع الأدلة من نصوص القرآن أو السنة، فالتقليد هنا غير محرم. والمذهب الثاني يقول: يجوز التقليد سواء كنت عالما أو غير عالم، واستدلوا بقبول النبي صلى الله عليه وسلم لإيمان الأعراب مع أنهم نطقوا بالشهادتين دون معرفة الدليل، ولم يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هل آمنت بالدليل والنظر أم آمنت تقليدا؟ والمذهب الثالث الذي نميل إليه، وهو الذي يجمع بين الرأيين السابقين، فيقول: يجوز التقليد للعامي لعدم قدرته على تتبع الأدلة واستنباط الأحكام الخاصة بالاعتقاد من هذه الأدلة الواردة في القرآن والسنة. أما العالم فعليه أن يتتبع الدليل وأن يستنبط من الأدلة اليقينية. ونحن نميل إلى هذا الرأي خاصة في هذه الأيام العصيبة التي استشرت فيها ظاهرة الإلحاد، والتي يطلب فيها كثير من الشباب الأدلة على وجود الله وعلى عالم الغيب وعلى يوم القيامة وعلى عذاب القبر. وهذا ما كان يفعله سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يتحاور مع هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الله، فقال لهم إجمالا: لو أن سفينة جاءت من بلاد بعيدة تحمل ما فيها من حمل ولا قائد لها، وسارت كل هذه المسافات وخاضت غمار هذه البحور ووصلت إلينا دون أن يكون لها قائد، فأنكروا عليه ذلك، فقال: إذا كنتم تنكرون ذلك هل تصدقون وتعقلون أن الكون يسير بهذا النظام الهندسي البديع دون أن يتخلف قيد أنملة يسير بلا مدبر ولا خالق؟ فسلموا له بالدليل وآمنوا إيمانا يقينيا
وعادوا إلى سالف عهدهم بعقيدتهم الصحيحة. إذن التقليد ليس شرطا، وإنما التقليد يكون للعامي، وعلى العالم أن يتتبع الدليل حتى إذا سئل ممن ينكرون وجود الله أجاب عليهم بما أجاب به ربنا في القرآن والنبي في السنة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القائمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.